السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم رح نحكي عن الـ SMS Template. الـ SMS Template باختصار استخدامها كيف حيسهل على الـ Agent أو الـ Supervisor لما يبعث مسج. مثلاً في Reference أو مسج معين بتكرر ببعثوه الـ Agents باستمرار، فبدل ما يكتبوه يدوياً أو Manual رح يتم الموضوع بشكل محفوظ. يعني مثلاً لو أنا حبيت أعمل SMS، إحنا بالحالة الاعتيادية راح نحط الرقم، تمام، وراح نكتب المسج مثلاً تيست مثلاً ونبعت المسج. طيب أنا ممكن فورمة معينة، مثلاً لو أنا يعني ممكن أعمل خصومات، مثلاً خصم 50% كذا كذا كذا، يعني يتم بشكل محفوظ. وهيك هذا حيتم إنه يخلي الايجنت او السوبرفايزر يرتاح اكثر. يعني مثلا بدل ما اكتب بالمسج تكست بخليه فاضي، وبختار التمبلت اللي انا بدي اياه. زي ما احنا شايفين هون طلعت التمبلت اللي انا حافظها. طبعا انا ممكن اضيف اكثر من تمبلت، زي ما احنا شايفين هون راح نروح على اسم تمبلت، في عندنا التمبلت نيم والتمبلت ديسكريبشن والتكست اللي بدنا اياه. طبعا هذا التمبلت او فينا نستخدمه للبلك اس ام اس والسنجل اس ام اس. فلما نضيف راح نروح على ادمن بورتال، راح نختار اس ام اس بورتال، في عندنا اس ام اس تمبلتس، تمام. راح اختار اد اس ام اس تمبلتس، مثلا بعمل تمبلت مثلا بسميه ديسكاونتس، اوكي. ممكن discounts festival، مثلا انا ضفت هذا التمبلت اللي اسمه discount، مثلا بيكون بشكل متكرر. فهيك الايجنت او السوبرفايزر راح يرتاح، بدل ما يكتب مانيوال الموضوع راح يتم بشكل ديناميكي واسرع. لما نضيف اس ام اس راح اختار التمبلت ديسكاونت، زي ما احنا شايفين طلع هيك. طبعا ممكن يكون التكست اطول من هيك، وممكن اضيف اكثر من تمبلت بالعدد اللي انا بدي اياه، وبعدين بعمل سبميت عشان ابعت الاس ام اس اللي انا بدي اياها. طبعا نفس الكلام بالنسبه للبلك اس ام اس. لو اخترنا التمبلت نفس الطريقه بتم. وهيك بنكون بهذا الفيديو شرحنا استخدام الاس ام اس تمبلت في الكول سنتر. شكرا.